احنا عارفين ان طبعا في اهتمام كبير الايام دي بمؤتمر المناخ اللي بتتواصل وبتواصل فعالياته في شرم الشيخ. امبارح كان يوم الطاقه، وده طبعا ملف مهم جدا لانه مرتبط بفكره التحول للطاقه الجديده والمتجدده والشبكات الذكيه، وكمان ازاي بنركز فيه على الهيدروجين الاخضر كمصدر محتمل للطاقه في المستقبل. بالمناسبه امبارح مصر وقعت او قدرت توقع 8 عقود فعلية لإنتاج الوقود الأخضر جوه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وده طبعا مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وده إلى جانب المؤسسات الدولية زي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والهيئة اليابانية للتعاون الدولي جايكا. يمكن من الثمان عقود اللي انت بتتحدثي عنهم او ذكرتي يعني البعض منهم، ده بيأكد نجاح المؤتمر وبيأكد فعلا ان فكره ان مصر عندها من المقاومات وعندها بنيه تحتيه هي اللي قادره على جذب هذه الاستثمارات. نجاح المؤتمر بالفعل بينعكس في العقود اللي وقعت، لان يمكن شعار القمه هذا العام هي قمه التنفيذ وليس التعهدات، او الانتقال من التعهدات للتنفيذ، يعني تحويل كل المبادرات والمناقشات إلى واقع، واقع ملموس، واقع عملي من خلال مشاريع حقيقية بتركز على الاقتصاد الأخضر، بتركز على الطاقة النظيفة. ويمكن خلال المؤتمر كان في مشاركة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال فيها نصا إن مصر بتمتلك إمكانيات هائلة لإنتاج الطاقة النظيفة، والإمكانيات دي بتمكنها من التحول لمركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر تحديدا، وكمان مصر مستعدة إن هي تتحرك وبسرعة لتلبية التخطيط والفكر المستقبلي لإنتاج الهيدروجين والطاقة المتجددة. ويمكن هنا بنتكلم على الهيدروجين الأخضر تحديدا لأن هو وقود المستقبل، وتم تأكيد برضو من السيد الرئيس إن يمكن الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل، لكن للأسف نصيب الدول النامية فيه هو قليل، واللي بيمتلك ده هو هيكون بيمتلك المستقبل. يمكن إحنا الوضع عندنا مختلف تماما في مصر، خصوصا ان احنا الهيدروجين الاخضر موجود من الهواء وببلاش، فالموضوع بسيط وما فيهوش شغل كتير، احنا بنمتلك التكنولوجيا وابتدينا نشتغل فعلا على النقطه دي. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اعلن بالفعل عن اطلاق المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد، وده بالشراكه مع الكسندر ديكرو رئيس وزراء بلجيكا. المنتدى ده هيكون منصه دايمه للحوار بين الدول المنتجه والمستهلكه للهيدروجين والقطاع الخاص والمنظمات ومؤسسات التمويل، كل دول هيبقى بينهم حوار دائم علشان يقدروا ينسقوا مع بعض السياسات والإجراءات ويعملوا ممرات للتجارة وللتبادل ما بينهم وبين بعض. الاستثمار في الهيدروجين علشان كده ده هيساعد ان احنا يبقى عندنا فكرة اللي بنحاول نتكلم فيها بقالنا فترة، اللي هو الانتقال العادل للطاقة، او ان الطاقة تبقى ملك للجميع مش للدول يعني الاكثر ثراء والدول الاقل حظا ما يبقاش عندها الفرصة انها تستخدم هذه الطاقة. لو تفتكري زمان كده كنا بندرس في الدراسات فكرة ان مصر موقعها الجغرافي هو موقع متميز، وفكرة سطوع الشمس اللي دايم فيها. احنا استغلينا كل ده خلال الفترة اللي فاتت من خلال عدد من المشاريع، المشاريع دي كلها مرتبطة بالطاقة النظيفة زي الطاقة الشمسية، زي طاقة الرياح. كان عندنا أو أصبح عندنا محطة بنبان في أسوان، أكبر محطة للطاقة الشمسية موجودة في الشرق الأوسط وإفريقيا. كمان خلال المؤتمر مصر وقعت مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لإنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة بتقدر ب 10 جيجا وات. ده بيعكس ان الاهتمام بالطاقة الخضراء، الاهتمام بالطاقة النظيفة ايضا، وكمان بيعكس توجهات الدولة المصرية علشان نقدر يعني نحافظ على البيئة، وعلشان نحدد كمان مستقبل مصر او نصيب مصر من الطاقة في العالم ككل. مش عاوزين برضو ننسى فكرة الدعم اللي جه من الولايات المتحدة خلال زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن ب 500 مليون دولار لتحول مصر لمركز للطاقة في افريقيا تحديدا، وهنا بنتكلم على الطاقة الخضراء. كل دي امور بتدعو الى التفاؤل، عشان كده لازم اللي احنا نقولها لازم نكون متفائلين في يوم جديد. صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.